طبعا موسيماني قدر ان هو يصعد 6 لاعبين من قطاع الناشئين في تمرين الاهلي امبارح، وده من اجل الوقوف على مستواهم وتحديد اللاعب القادر ان هو يقدم اضافه للفريق الفتره اللي جايه. وموسيماني الحقيقه وعدهم بالحصول على الفرصه، بس بشرط ان هم يبذلوا اقصى جهد وان هم ينفذوا تعليماته. وطبعا يمكن دي حاجه بتدل برضو على ذكاء موسيماني، يعني يمكن كنا بقالنا فتره بنتكلم على قد ايه موسيماني قادر يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس قوي، ان الراجل ده ما اضافش بس فنيا، ان الراجل ده من اول مباراه ليه في الدوري شفنا تطور كبير في مستوى لعيبه. وده لما بنتكلم عليه التطور ده ما حصلش من مباراه واحده، يعني اكيد اللاعب ده كان اوريدي عنده او كان عنده المهاره من الاول، ولكن المدرب قدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه ان هو يخلي ان هم يطلعوا احسن حاجه عندهم من اول مباراه تحت قيادته. شفنا الفرق ما بين المباريات تحت قياده موسيماني الاولى، كمان انا بتكلم على اول لقاءات امبي والمقاولين وبيراميدز، والفتره الاخيره بتاعت فايلر اللي هي كانت بعد فتره التوقف، شفنا فرق كبير. قلنا ما قدرش ان هو يضيف بصماته لسه، او مش ما قدرش، ما لحقش ان احنا نشوف فنيا، ولكن كان نفسيا دي باينه جدا. ولما بنتكلم على حته الناشئين ده باين قوي مع موسيماني قد ايه مهتم جدا انه يكون في فرص للعيبه الاوريدي على الدكه او اللعيبه اللي قاعده على الدكه واللعيبه طبعا الناشئين. وكان دايما في تصريحاته بيقول ان هم هيتعلموا بالطريقه دي، ان الفرصه هتجي لهم بالطريقه دي، ان هم ترميهم في البحر يعوموا مع القروش. يعني تصريح بيدل على قد ايه الراجل عايز يعتمد عليهم الفتره اللي جايه، وقد ايه طبعا مهم جدا ان يكون في فرصه للعيبه الناشئين، لانه في أي وقت ممكن تحتاج أي حد فيهم. احنا بنشوف موسم طويل، ممكن لا قدر الله أي لاعب يتصاب، وده شفناه كتير، بنبقى محتاجين نشوف وجوه جديدة، وفعلا المباريات اللي زي دي هي اللي بتطلع نجوم أو بتولد نجوم جداد.